مرة وتحدياتنا لا زالت قائمة في هذه الأمسية المميزة والرائعة والجميلة بتحديات وانطلاقات سن الحقائق ومنافسات سباقنا المحلي الثامن. نتواصل مع حضراتكم أيها الإخوة المتابعين عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة لتحديات ومنافسات هذا السباق الذي يقام هنا على ميدان الشحانية لسباقات الهجن والمسمى بميدان التحدي. نتابع مسار آخر من مسارات الأصايل بتحدي رائع ومميز من انطلاق هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. شوطنا الرابع عشر يسير هنا بجديدة إلى خط النهاية متمنين التوفيق لكل الأسماء المشاركة في هذا الشوط. شوط يخص البكار والثلاثة كيلو متر هي المسافة إلى خط النهاية والغزي الأول الأسماء المتقدمة من هجن إنتاج أم الزبار. فاران بن محمد بن قريع المري يتقدم مع البداية ومع الصدارة ليقدم لنا الغزيل في مقدمة التحدي. النقلة على المركز الثاني أو تابع الوصول من المرونة من هجن إنتاج أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. يلا يا أبو علي هنا يقدم لنا انطلاقة وتحديات المرونة. بينما في المركز الثالث وتابع من هناك ميمنة الميدان تحمل لنا تحدي وإثارة أيضا بهذا الشوط وبهذا المسار الجميل والمتميز بتقدم وتحدي عهود لسعاد الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله من يتابعها في عملية التضمير. النقلة إلى المركز الرابع وفي رابع المراكز وصلت الغارية اللي خذت المركز الرابع من هجن إنتاج أم الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. وفي المركز الخامس وصلت مزون لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله بن علي من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. هذه الخمسة المراكز المتقدمة الخمسة المراكز المنطلقة في هذا المسار وفي هذا التحدي 1200 عن خط النهاية. نتابع المسار مع الغزيل التحدي الواضح هنا بتقدم الغزيل في مقدمة هذا الشوط من هجن إنتاج أم الزبار فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. من يقدم الغزيل يقدم لنا تحدياته مع الغزيل في مقدمة الشوط. النقلة مع المركز الثاني مزون مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله بن علي بن جار الله. المركز الثالث عهود في المركز الثالث وفي المركز الرابع وتابع الغارية. وخامسا تحركت الدوحة ولكن العودة الله يا سلام لغزيل 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 أعلنت المغادرة مبكرا نحو الناموس. انفردت عن بقية الأسماء والعصا في الأبطان. الدفع ذاتي والأداة تلقائي. الله 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. نتابع لغزيل اسم على مسمى مع هذا الأداء الجميل ومع هذا الشكل المميز ومع هذا الانطلاق الكبير في هذه الأمسية الجميلة. إذا مشاهدين الأعزاء لغزيل من أعلنت المغادرة نحو خط النهاية لتكون بالفعل هي العلامة الفارقة في هذا الشوط من هجن إنتاج أم الزبار. ومشكور يا فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري اللي قدم لنا لغزيل في هذا الأداء وفي تحديات هذا الشوط. معلن الانفراد معلن التحدي وهذا هو العرض الكبير مع الغزيل وعصاتها في الابطان. سلام لغزيل سلام لحظة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن إنتاج أم الزبار ولفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. أما المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز مزون لسعادة الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني مع هادي بن جار الله بن علي بن جار الله. وفي المركز الثالث في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام من وصلت الدوحة من هجن إنتاج أم الزبار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري. ورابعا المركز الرابع وصلت الغارية من هجن إنتاج أم الزبار مع فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. وخامس المراكز المركز الخامس وصلت سفرة من هجن إنتاج أم الزبار مع حمد بن سالم بن حمد بن بريك
المري. ملخص الشوط ولحظة الانطلاق ومسار التحدي هنا، حيث أن الغزيل هي صاحبة كلمة الناموس في هذا الشوط. هذه مشاهدين الأعزاء الغزيل لحظة وصولها مع الأمتار النهائية وعصاتها في البطان، كما نتابعها معلن الفوز والانتصار بتحديات هذا الشوط. هذه الغزيل مع خط النهاية ونقطة الصفر تعلن 4 دقائق و17 ثانية، 55 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا لهجري تاجم الزبار والتهني موصولة لفرام بن محمد بن حمد بن قريع المري اللي قدم لنا الغزيل في هذا الشوط بعرض مميز ورائع. بينما المركز الثاني وصلت مزون توقيتها 4 دقائق 22 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسعاد الشيخ سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني، والتهني موصولة لهادي بن جار الله بن علي بن جار الله. وفي المركز الثالث وصلت ثالثا مشاهدينا الكرام الدوحة توقيتها 4 دقائق 23 ثانية، 67 جزء من الثاني. تهانينا لهجري تاجم الزبار، والتهاني موصولة لمبارك بن محمد بن علي الجرم.